كما كتشوفوا اليوم جيت بغيت ندير معكم واحد النوع ديال السلطه اللي سهل ونافع جدا جدا وعنده مزايا كثيره. والمهم هذا كنقول له هنايا بالالمانيه اللي رودكول، بالعربيه الكرنب الاحمر، ومغربي يكون هو الكرنب ما عرفش، ولكن كنقولوا الاكثريه في المغرب لي شوغوج، وراكم عارفين راهم خلاص انواع فيه. ولكن واحد صراحه واحد لصالاد لي سهله وخفيفه والمقادير ديالها ساهلين وممكن ناكلوها في اي ساعه، راه كما كنقولوا الا ما نفعت ما تضر. صافي يلا خليكم معايا وندوزوا للمقادير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير كنحتاج الكرنب، كنحتاج واحد البصله حمراء، كنحتاج الخل ديال التفاح، شويه ديال الزيت العاديه، الابزار والملحه، الابزار والملحه، وشويه ديال العسل. انا كندير عسل الحر في هذه الوصفات ديال الماكله، كنفضل ندير العسل الحر الا كان عندي بطبيعه الحال في الدار، ما كانش راه كندير العسل العادي. هنايا غادي ناخذ داك الكرنب، ما كنديروش كله، كنقطع غير داكشي اللي بغيت، وممكن الواحد يديرو حتى مع يرافقوا مع وصفات ديال اللحم. شي مره غندير، شي نهار غندير معكم شي وصفه المانيه، حيت هذا هو، هذه هي وقته دابا كيديروه الالمان بزاف، خصوصا في هذه الفتره ديال الشتاء، مع اللحم رولادن اي حاجه. هنا كما كتشوفوا راه كنقطع البصله ديالي، فاش تنساليها كندوز لذاك الكرنب، كنزيد عليه الملحه والبزار. وهنا الا قطعتو بزاف وبقى لكم كديروه، ممكن لكم تجمدوه هكاك في الفريغو في المجمد، والمره الجايه جبدوه وطيبوه عادي. وكما شفتوا درت الملحه ودرت الزيت، ودابا غادي ندوز لهذه العمليه ديال العلك. خصني نبقى نخدم على داك الكرنب، نخدم حتى تدخل ديك الزيت مزيان في داك في الكرنب. وفاش نسالي كنزيد عليه البصله، كنزيد شويه ديال الابزار، البزار، كنزيد الخل اللي قلت لكم ديال التفاح، وهي راه سهله وممكن تاكلوا فيها يومين ثلاث ايام. هي قد ما تعطلت هاد الشلاضه كتجي رائعه في المذاق وكتجي زوينه. وكنبقى ديما غاده بنفس الطريقه، كنزيد لها هنايا شويه ديال العسل. العسل كيعطيها واحد المذاق اللي زوين 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 بزاف. هنايا فاش تنسالي صافي كنكون راه ساليت الشلاضه ديالي. دابا نتوما كما كتشوفوا غادي نذوق. ايوا المهم راه بقيت تندوق ونسيت راسي في الدوقه، نسيت كاع واش تنشجل، حيت عجبتني الشلاضه صراحه بزاف وزوينه. المهم جربوها، المذاق واعر وراكم عارفين الفوائد، وسهله وصراحة زوينة. واللي ما عندوش الخل ديال التفاح ديال الخل العادي، اللي ما عندوش العسل الحر يدير العسل العادي، ولا يدير حتى السكر كيجي فيها زوين. حتى لهنا كنكون ساليت معكم هذا الفيديو القصير، حتى مرة اخرى ان شاء الله. باي باي.